إذا ملاحظين بهالموسم من بلا طول سيرة مركزين على واقع الأغنية اللبنانية مع نجوم الأغنية الشباب والمخضرمين لنشوف معهم إذا فعلا الأغنية اللبنانية عم بتعيش أزمة تجديد نفسها. الليلة بحب أعرفكم على كتاب صدر مؤخرا بعنوان نجمات الغناء في الأربعينيات اللبنانية للباحث محمود الزباوي والعميد أسعد مخول. حفل التوقيع جرى من أسبوعين بإطار محاضرة موسيقية دعت إلى جمعية عرب ودار النمر للفن والثقافة. الكتاب بيحكي عن 12 نجمة من نجمات الغناء بلبنان بالأربعينيات وبيقدم لمحة عن أعمالهم وأخبارهم الشخصية مثل ما غطتها المجلات الفنية بوقتها. وبيتضمن الكتاب 4 سيديز من الأجواء الغنائية بهالمرحلة، وهي مرحلة مجهولة بتاريخ الفن اللبناني واللي شهدت ولادة الأغنية اللبنانية قبل النهضة الفنية الكبرى منتصف الخمسينات مع جيل جديد من الفنانين والموسيقيين. من هالمرحلة ممكن البعض منكم سامعين بمثلا صباح، نور الهدى، سعاد محمد ونجاح سلام. من الأسماء الثانية بالكتاب نقينا 5 فنانات عاشوا بالأربعينيات وراحوا بالأربعينات، منتعرف عليهم بهالتقرير مع الأستاذ محمود الزباوي. نحن ما بنعرف تاريخ غنائنا، يعني انا اذا بدي ارجع لورا كمان اكثر حتكون اصعب، غير انه وصلنا تسجيلات لهم على اسطوانات. وبنفس الوقت هالعالم ما عاد موجود، يعني ما عنده تسجيلات. وهون في مجلتين خاصة بهالمجلة حتكتشفي نبع معلومات ما بنعرف عنهم، واسماء مغنيين كلهم اختفوا. مثلا واحدة اسمها المتكدمة، هلكت لقيت اسمها بمذكرات صباح ذكرتها وحتى اسمها. في مطربة مثلا مغنية كتير اغاني بنعرفها بعدين باصوات اخرى اسمها ليلى ابراهيم، ما بنعرف مين هالليلى ابراهيم، ما بعرف. الفكرة اني انه لمعوا بالاربعينات وحيزوا على لقب مطربة لبنان الاولى بوقت ما كلهم، بعدين قفل نجمه. سهام رفقي مثلا، سهام رفقي كلنا اليوم نذكر بس يمو العباية. سهام رفقي اكتشفت انه راحت على القاهرة وحصدت نجاح عظيم بالقاهرة، عملت اول غنية لفلسطين انشهرت هي غنية لها. ماري جبران مطربة عرفت باسم ماري الجميلة أول شيء، وهي بتقسيمات اليوم سورية لبنانية، يعني كانت مقدرة هائلة كصوت وأشادوا فيها كبار الملحنين بمصر. بلشت بمصر بكازينو بديعة، بديعة مصابني ونشحت، وبعدين رجعت على الشام وعرفت باسم ماري جبران، بعدين عرفت باسم ماري الجميلة. وديت كاردو والله كانت معتبرة جدا وسموها شحرورة الأرز، وطبعت لها شركة كايروفون عدة أسطوانات. هي صغر توي ومطربة الجبل، دايما كانوا يحكوا يربطوها بهذه الطبيعة، وانشهرت بألحان خصوصا لفيلمو، بس انقطع أخبارها أنه سافرت على أمريكا. نازك كانت خليفة أسمهان لأنه مقدرتها الصوتية هائلة، هائلة بكل معنى الكلمة لما بسمعها، بس مشكلتها ما لقت الملحن اللي يتبنيها كليا. حاولت حتى هي تنتج أسطوانات بس ما لقت، والدليل ما بنعرف لها غير غنية واحدة بفيلم بمصر، الفيلم الوحيد اللي مثلت فيه، كل دقة في قلبي بتسلم عليك مع محمد فوزي. تغريدة الصغيرة هي بكل بساطة وقفت أخبارها لأنه تزوجت في موهبة وعملت معه ثنائي، بس لما أنجبت اعتزلت. كمان راحت على مصر وكتبت عنها الصحافة المصرية وسمعوها وقالوها، وكله في هيلة أسمهان، يعني في بحث عن أسمهان اللي رحلت سنة 44، فمي حتكون هالشيمية جاي من بر الشام واللي حتاخد هالاسم كمان. امتى حتعرف انت اني بحبك انت؟ ما فينا نحكي كما قلت عن الغناء اللبناني هيك بدون ما نعرف هذه المرحلة. نحن بنعرف المرحلة اللي ولدت من رحم هذه المرحلة.
بما انه بلشنا الحلقة باجواء يوم المرأة العالمي، هالنساء مش بس سيدات غنوا من 60 و80 سنة، وانما هن نساء رائدات تحدوا مجتمعاتهم المحافظة وفجروا مواهبهم الفنية على المسرح بوقت كانت المرأة اللبنانية بعد ما بحق إلا تنتخب. بالعالم العربي اول سيدة عربية مسلمة وقفت على المسرح وغنت كانت مصرية واسمها منيرة المهدية. هالشي كان عشية الحرب العالمية الاولى، يعني حوالي سنة 1915 ببداية القرن العشرين. بسجل منيرة المهدية مئات الأغاني والمسرحيات، اكتشفت محمد عبد الوهاب وحاربت أم كلثوم اللي اعتبرتها دخيلة وغير كفوءة لتكون نجمة. قصة منيرة المهدية بهالتقرير. ولدت منيرة المهدية عام 1885 واسمها الحقيقي زكية حسن منصور. بدأت حياتها الفنية تحيي الحفلات الليلية في مقاهي ريفية صغيرة قبل أن تنتقل عام 1905 إلى العاصمة. في القاهرة عرفت منيرة المهدية شهرة كبيرة ولقبت بسلطانة الطرب. مين الناس دي يقولها كده؟ برضو مفيش. مين السلطانة غيري؟ والله مفيش. تمتعت منيرة المهدية بشخصية قوية وقيادية، فهي أول سيدة وقفت على خشبة المسرح في العالم العربي. العام 1915 لم يكن الأمر سهلا. في السنوات اللاحقة افتتحت ملهى خاصا بها، تحول لاحقا إلى ملتقى لرجال الفكر والسياسة والصحافة. اعتزلت منيرة المهدية الفن والمسرح على مضض، وذلك بعد منافسة شرسة بينها وبين أم كلثوم التي حققت شهرة واسعة في وقت قياسي وأزاحتها عن عرشها الفني. الحقيقة يا جماعة أنا سمعت بنت جديدة مفيش زيها. مين دي اللي مفيش زيها يا زكي بيه؟ قصدي مش وحشة. لا بقى، ما هي تفرق كتير. السلطانة مين؟ الست منيرة المهدية طبعا. توفيت منيرة المهدية عام 1965 عن عمر يناهز 80، بعد حياة فنية حافلة بالنجاحات والإخفاقات وعشرات الأوسمة والجوائز الرسمية المصرية والعالمية. ولكننا اليوم لا نعرفها إلا من خلال مسلسل أم كلثوم وأعمال مماثلة، وهي صورة لم تكن لتفتخر بها سلطانة الطرب. أنا حلوة، أنا خفة، أنا دحة، وظهري غالي الشاطر. وهيك ستتعرفوا كمان منيرة المهدية سلطانة الطرب. قبل الاستراحة وقفة مع غرفة العمليات وسؤال من طالب علام، معنا ريم عبيد، معنا ضيف بهالفقرة. بس ريم بدي أسألك، لو عنا ضيف مين كنت بتقرري تستضيفي وشو السؤال الأول اللي بتسألي؟ أول شي بونسوار. لو كنت محل زفان كنت بستضيف سميرة توفيق، لأنه بما أنه هي عصرت الجيلان، وكنت بسألها شو رأيها بالفن وشو كانت عملت لو بقت بالساحة الفنية. شكرا لك ريم. بعد الفاصل من منيرة المهدية إلى رولا كعدة، وما رح نجيب سيرة من نوجر. استراحة ونرجع. بلط الصيرة مستمر معكم بعد الإعلان.